تعال نرجع للدراسات المستقبلية أو ماذا بعد الحرب، يعني غزة والمستقبل. معانا على التليفون الأستاذ محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للدراسات للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أهلا بيك. يعني العنوان ده عنوان مهم جدا، غزة والمستقبل. يمكن عايز أعرف إيه الملامح الرئيسية في هذه الدراسة؟ يعني هو الكلام لم يختلف كثيرا عن ما تم تداوله من الرواية الغربية. يعني أنا يؤسفني أن أنا أتكلم أنه ما يطرح لمستقبل غزة هو ما تم طرحه منذ البداية. يعني على ما أتذكر كانت في زيارة لقائد المنطقة الوسطى الأمريكية هنا في القاهرة، وتم عرض بعض السيناريوهات الخاصة بمستقبل غزة. واحد من السيناريوهات دي كان بيتكلم عن إقامة منطقة عازلة، منطقة عازلة تقدر بحوالي 5 كيلو من الحدود بين غزة والمستوطنات الإسرائيلية، ويقام أو يتولى الإشراف على القطاع إما قوات دولية أو قوة عربية مشتركة. وهو ده اللي بيتم تداوله أو تناوله في الوقت الراهن، في ظل أنه نتنياهو بيرفض وقف إطلاق النار وبيعلن عن تولي مسؤولية الأمن في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. أورسولا فاندرلاين كانت بتعلن عن أنه في مجموعة من الضوابط لما بعد وقت إطلاق النار أو انتهاء الحرب في غزة، أنه قطاع غزة لابد ألا يكون يعني موضع أو مكان تجمع للإرهابيين، بتقصد بذلك طبعا حماس. أيضا أنه إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية الأمن في قطاع غزة طوال الوقت، فبالتالي لابد يعني تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن وإدارة شؤون القطاع مع الضفة الغربية. فإحنا هنرجع تاني لأن تكون سلطة فلسطينية هي اللي بتدير القطاع، والمسؤولين عن الإجراءات التنفيذية أو التنفيذ تكون حكومة تكنوقراط ليسوا سياسيين، علشان يتخلصوا تماما من حماس. هل ده سيناريو منطقي؟ هل ده سيناريو قابل للتحقق في المستقبل ولا لا؟ فين الحل الفلسطيني فلسطيني؟ يعني فين حق تقرير المصير للفلسطينيين؟ انت بتحط السيناريوهات وفق رؤية إسرائيلية أمريكية وبتروج ليها في غياب الفلسطينيين. مين قال كده؟ مين ممكن يتكلم بده؟ فين الحل العربي، الطرح العربي لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب؟ كان عندنا القمة العربية مزمع عقدها في 11 نوفمبر، اتأجلت. هل ما زلنا بنناقش وقف إطلاق النار والإصرار على إدخال المساعدات، ولا احنا كمان قمة 11 نوفمبر قمة 11 نوفمبر اتأجلت. يعني الخارجية السعودية أعلنت التأجيل. يعني الخارجية السعودية أعلنت بالظبط تم تأجيلها، وسيعلن عن القمة في وقت لاحق. السؤال بقى، يعني إلى أن يتم الإعلان عن القمة القادمة، يعني أنا فعلا مشغول بمسألة جملة أنت قلتها مهمة جدا، من خلال الطروحات الغربية أنه يبقى في سيناريو متعلق بإدارة القطاع من قبل السلطة الفلسطينية، على أنه يتم تشكيل الحكومة من التكنوقراط بعيدا عن السياسيين. وحتى أنت ذكرت وقلت وهل ده منطقي ولا مش منطقي؟ طب ما تيجي نجاوب على السؤال ده أولا مع بعض، في أنه هو في حاجة اسمها في فلسطين تحديدا، فلسطين حاجة اسمها حكومة من التكنوقراط غير السياسيين؟ هو ده الطرح اللي اتقال، يعني هم ده كلام كوميدي يعني، على اساس انه يفضل التحكم في السلطة الحاكمة للقطاع في ايدي غربية، انه يضمن الانصياع لكل ما يطرحه الغرب. اذا لا يوجد اي طرح متعلق حتى هذه اللحظة، طرح واقعي وحقيقي من قبل بقى مراكز الابحاث الغربية او ثينك تانكس زي ما بيتقال، متعلقة بانه يبقى في حاجة اسمها حل الدولتين. حتى هذه اللحظة لم يوضع هذا الطرح
قيد المناقشة البحثية والتحليلية والعلمية. ده طرح على استحياء يعني. أنا معاك. حدود الدولة الفلسطينية أيا كانت حدودها وأيا كان شكلها يبقى عامل إزاي، لكن تحديد دولة فلسطينية شكلها حدودها العودة إلى حدود 4 يونيو لا ما طرحش ده. هو ما زال التطور حول حدود الدولة الفلسطينية وشكلها وتوزيع أرضها في الأراضي المحتلة يبقى عامل إزاي، ده لسه لم يطرح. فما فيش رؤية متكاملة حول حدود دولة فلسطينية. أنا شفت حضرتك بتتكلم في بداية الحلقة عن إنه العالم يرى القصف وساكت، العالم يستمع إلى مطالبات وقف إطلاق النار ويسكت. ما هو العالم ده إحنا ماذا نقصد بالعالم هنا؟ يعني إحنا عايزين مين يبقى هو العالم؟ الحرب الروسية الأوكرانية لما شافوا إنه روسيا شافت نفسها بتدافع أو ده حقها في الدفاع عن نفسها. دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أقرت مجموعة عقوبات يعني أضرت بالاقتصاد الروسي بشكل كبير، ولولا الدعم الصيني لروسيا وزي ما حضرتك عارف فكان الاقتصاد الروسي اتدمر تماما. فرضوا عقوبات على الشخصيات السياسية من أول بوتين لحد الرئيس الأوكراني السابق وابنه، حطوهم على قوائم الترقب. عملوا عقوبات ضد او اجراءات ضد الدبلوماسيين الروس في كل حته، عملوا عقوبات اقتصاديه ومنعوا الشركات النقل وشركات اللوجستيات والبحريه والجويه، كل ده اتمنع من دخول الاراضي الاوروبيه. النهارده حتى في تقريبا 11 شركه انجليزيه كانت متهمه انها انتهكت العقوبات ضد روسيا. فالمجتمع الغربي تكاتف علشان يحقق مصلحته في الحرب الروسيه الاوكرانيه بحجه انه روسيا معتدي على أوكرانيا. طيب هنا الوضع بقى معكوس، عندنا إسرائيل بتدعي أنها بتدافع عن نفسها وفلسطين هي بعد من أبعاد القوم الأمن القومي المصري وبعد من أبعاد الأمن القومي العربي. مين منوط به أن يتخذ إجراءات ضد إسرائيل وضد من يساند إسرائيل؟ بالمناسبة كمان الدول الغربية كانت اتخذت إجراءات أو عقوبات ضد كل من ساند روسيا. بيلاروسيا اتحطت على نفس القوائم واخرجوهم من نظام سويفت وتم اغلاق التحويلات الدولاريه واليورو الى داخل بيلاروسيا. فالعقوبات ما كانتش على روسيا لوحدها، كانت على من يدعمها. فين العقوبات الاقليميه او العقوبات العربيه على حكومه اسرائيل حكومه الاحتلال ومن يدعمها؟ احنا اقصى ما وصلنا ليه انه البعض سحب السفير والبعض استدعى السفير لمناقشه الاوضاع. طيب دي جمله انا اعتقدها مهمه جدا، واعتقدها انها جمله ممكن تبقى عامله كده زي الكاتاليست او العامل المحفز، انه عقوبات على الدول اللي احنا نبقى شايفينها على حسب مين هو العالم زي ما قلت، اللي احنا شايفينها انها معتدية. فاذا كان العالم يرى ان روسيا مخطئة فقد قرر هذا العالم الغربي ان يعاقب روسيا وبعض من حلفائها زي بيلاروسيا او روسيا البيضاء. طيب تعال نقعد نفكر مع بعض انا وانت بصوت عالي، نحن نرى ان اسرائيل هي التي تعتدي على حق الشعب الفلسطيني، هل نستطيع ان نعاقب اسرائيل ولا لا؟ طيب هل احنا في تعاونات اتفاقات مذكرات تفاهمات اي بطيخات ما بيننا كمجموعة عربية أو على الأقل بعض الدول التي ترى أنه يجب عليها توقيع عقوبة ما على إسرائيل، ألا نقوم بوضع مجموعة من العقوبات؟ ده سؤال. السؤال اللي بعده، إذا قلت لي السؤال اللي بعده، إيه الكروت بتاعتنا اللي نعرف نعاقب بها إسرائيل؟ يعني إحنا البداية خالص الدول اللي عندها اتفاقات تطبيع مع الاحتلال، تعليق العلاقات الدبلوماسية واحدة من يعني أضعف الإيمان اللي ممكن نطبقها في هذه الحالة. الدول الأخرى دول كتير حتى من اللي ما عندهمش اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل عندها علاقات اقتصادية كتيرة، فأعتقد أن العقوبات الاقتصادية هي أكثر ما يؤلم أي دولة في العالم طبعا. وفي الوقت الراهن الاقتصاد الإسرائيلي متضرر جدا جدا جدا،
يعني 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 ممكن يبقى في عقوبات على شاكلة أنه تعالى نوقف رحلات الطيران ما بين العواصم أو المدن أو الدق إلى آخره، أقدر أن أنا أوقف التدفقات السياحية إن أردت ما بيني وما بين بعض الدول برضو إلى آخره، يعني ده شكل العقوبات. أقدر أن أنا أجمد بعض الاتفاقات، أقدر أجمد بعض المذكرات الاقتصادية إلخ إلخ، يعني هو إحنا نقدر. وانا هنا بتكلم على، انا اشكرك اولا استاذ محمود سلامه الباحث المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، احنا نقدر. كلمه احنا مش بتكلم بس على مصر بالمناسبه، انا بتكلم على تجمع كبير وشديد الاهميه اسمه مجموعه الدول العربيه في 22 دوله، واتحدث عن تجمع اكثر اتساعا ومش عايزه يتحرك بمنظور وببعد مذهبي أو طائفي، لكن في عندنا تجمع كبير اسمه مجموعة الدول الإسلامية، تستطيع كل هذه الدول أن تجمد اتفاقات إن أرادت، تستطيع أن تخفض تمثيل إن أرادت، وكل دولة تستطيع أنها تنتهج السياسة اللي هي شايفاها مناسبة للوضع. يعني ممكن تجد دولة 2-3 مستعدة أنها تخفض شكل البعثات الدبلوماسية، ممكن تلاقي دولة 2-3 مستعدة تجمد اتفاقات، ممكن تلاقي دولة 2-3 مستعدة انها توقف تبادلات اقتصادية، ممكن تلاقي دولة 2-3 مستعدة انها توقف رحلات طيران، بس المهم انه يبقى في عقاب جماعي تجاه هذه الدولة او هذا الكيان. يعني سهلة، هي كل يفعل له ما يرى بس يفعل، يعني كل له الحق ان يفعل ما يرى بس يفعل،